يومك مبارك عزيز المشاهد، وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجنا أنوار السحر. في هذا اليوم سنتحدث في اليوم الثالث عن الإشراقات العظيمة لهذه الليالي وهذه اللحظات وهذه الساعات وهذه الأيام العظيمة التي يجب أن نحرص كل الحرص على أن نستغلها خير استغلال وأعظم استغلال وأجمل استغلال، وهي أن نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بأي فعل عظيم، بأي تصرف، بأي دعاء، أي شيء يقربك إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تستغله في هذه الأيام. حقيقة اليوم وأنا أتصفح واحدا من كتبي عن الإمام علي عليه السلام، وهو الإمام علي وأسرار النفس البشرية، يعني هذا اللي صدرته قبل سنوات طويلة. اليوم يعني أنا أتصفح استوقفتني هذه المقولة لأبي الحسن عليه السلام: لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. هذا القول علي بن أبي طالب عليه السلام. كثير من الناس طبعا في هذه الأيام يستحي أن يعطي مبلغا بسيطا، أو يرسل طعاما بسيطا، أو يقول شيئا. يقول لك يعني هذه قد تكون هذه لا تكفي، أو تكون قليلة وعيب وغيرها وأشياء، وبالتالي إن شاء الله بعد فترة عندما أكون مادة أكثر، أصير عندي طعام أكثر، تجيب مادة يعني بقلاوة زينة أعطيها. الحقيقة هنا الإنسان يحكم على قيمة هذه المادة على منزلته وقيمته، وما يعني يعني على ما يملكه من مال وعلى ما يملكه من مستوى اجتماعي. أنت قد تكون في مستوى اجتماعي جيد، ويدخل لك يوميا وشهريا مبلغ جيد، وساكن في بيت جيد جدا، وطعامك جيد جدا، فهذا المبلغ البسيط وهذا الطعام البسيط وهذه الهدية البسيطة في مستواك قليلة، ولكنها عند المحتاج شيء كبير. ولذلك قال أبو الحسن: لا تستحي من عطاء القليل فإن الحرمان أقل. أحكم على العطاء على ضوء حاجة المحتاج، ولا تحكم على العطاء من خلال إمكانياتك. أنت قد تكون مثلا علبة بسيطة من الحلويات بالنسبة إليك بسيطة، يعني عندك في البيت ومتوافرة وتروح تشتري وغيرها، لكن لهذا العائلة الفقيرة اللي برمضان يمكن ما تذوق البقلاوة إلا بمساعدة أحد، ما عندهم كان يشتري بقلاوة بعشرين بثلاثين، يعني ما أعرف إذا صارت بإيش بأربعين، ما أعرف. أعتقد إنك ستحرم أناسا من شيء عظيم في الطعام في هذا اليوم لو حكمت عليها على ضوء إمكانياتك. ذلك أبو الحسن كان دقيق جدا، قال: لا تستحي من عطاء القليل فإن الحرمان أقل. يعني أنت تصور هذا قليل، بس المحتاج حالته أقل بكثير من هذا الستاندر اللي أنت تقيس عليه. هذه طبعا أيضا أنا اليوم حقيقة أريد أقول أنه الآن كل الناس تريد تعطي وهي مناسبة للعطاء، ولكن كثير من الناس يقول لك: أنا ما عندي شعطي، يعني إمكانياتي بسيطة، عيب يعني شطي خمسة آلاف لهاي العائلة، اشتري لي فد مادة بعشرة آلاف لهاي العائلة أجيب. يعني يتصورها لا يعلم بأن هذه الخمسة آلاف والعشرة آلاف والخمسة وعشرين ألف اللي أنت مستصغرها ومستضئلها هي شيء كبير وعظيم لهذه العائلة. أنت عندما تستقل الخمسة آلاف والعشرة آلاف ولديك القدرة أن تعطي لعشرة عوائل في الليلة، هذا يعني أنك ستسعد عشرة عوائل، كل عائلة خمسة ستسعد خمسين نفرا لو آمنت بمقولة لا تستحي من القليل.
ولكنك لو نظرت إليها من منظر أنه هذا لا يصلح وإمكانية وعيب وشكر علي وهذا، أنك ستحرم 50 شخص من حلوى بسيطة قد يتذوقها ويدعو لك ويعيش لحظات، يعني هي حتى الطعام بلذة، لذة لهؤلاء الفقراء حتى لا يحسوا بفرق كبير بينهم وبين غيرهم. ولذلك الآن يعني مفتوح المجال لك أن تساعد أكثر الناس وتساعدهم بما تجد به نفسك وتستحي، ولكن المشكلة هي تقع في أين؟ فيما يقوله الناس عنا. الإنسان الذي يفكر بعطائه بما يقول الناس سقط العطاء وسقط الأجر، فإنه استعراضي أناني يريد استعراض العطاء، واستعراض العطاء يفقد العطاء، بل يكون شيئا سيئا على صاحبه هذا المستعرض. لو تفكر بالاستعراض بالتأكيد، تأكيد يعني لو تفكر تقول للناس أنا اليوم والله وديت فتشي 200,000 وهذول 200,000، طبعا بالتأكيد الناس لن تراها كثيرا. لو تفكر بالاستعراض فإنها كبيرة صغيرة يعني، لكن لو تفكر بالعطاء فهي كبيرة. كثير من الناس، وكثير يعني أنا ما أقول الأكثرية، كثير من الناس عندهم العطاء حتى يقول للناس إنني أعطي للآخرين وأعطي مساعدة، ولذلك تلاحظهم دائما يأخذ هذا ويطلع يستعرض وما أدري شنو ويأخذ يا أحد ويركب السيارة وقدام العالم شايل ويا أشياء. هذه كلها ليست صدقات وليست عطاءات، هذا كله استعراض ليس منه فائدة في الخير لك يعني. ولذلك أبو الحسن كان دقيقا في كلامه، لا تستحي، لا تستحي. شوف انظر الكلمة كم هي بها رقة، لا تستحي. والاستحياء هو الخوف أن يكون الفعل ليس بالمستوى المطلوب. أنت بعض الأحيان تستحي من كلمات تصور أن هذه الكلمة يعني ليس حيزها وليس في موقعها وليست بالمستوى المطلوب فتستحي من الاستحياء، فلا تستحي كما يقول أبو الحسن، فإن حاجة الناس أقل. ولو أنت طيت 5,000 لهذا يعني وزعتها على 10 عوائل وغيرك أيضا آمن بهذه القضية وترك الاستعراض أمام الناس وأيضا طلع 10 وغيرها، راح تشوف بأن كل العوائل المحتاجة وكل العوائل الفقيرة سيصيبها من الخير الكثير في نظرهم، كثير علبة البقلاوة كثير، معون كنافة صغير كثير، مبلغ بسيط كثير، أشياء مساعدات مادية أو ملابس كثيرة، أنت لا تستحي منها فهي تغدي. ولذلك بشرط أن تبعد عنك الاستعراض وتبعد عنك ما يقول الآخرين، فإن وضعت في بالك وفي حسبانك ما يقول الآخرين فإنك أولا ستحرم الناس. علينا أن نؤمن بهذه الكلمة. وهي ليالي رمضان الجميلة الرائعة الحلوة، الناس كلها مستوى، ثم الدعاء بها الدعاء جميل يعني. أنت عندما تعطي مساعدة لفقير ويدعي لك بهذه الليالي كم هي كبيرة. الدعاء في رمضان يعادل الدعاء في الدهر يعادل السنة كلها. ولذلك لنحرص نحن في هذه الليالي الروحية، يعني أعتقد العطاء للفقير يعني أنت عندك إمكانية تعطي مادة تساعد الناس وتعطي المحتاجين، ولكن أنت ما تساعد، والله أنا قاعد للصبح أقرأ قرآن، نعم جميل رائع أقرأ قرآن، والله أنا بقيت أصلي للصبح جميل رائع، ولكن هذه لا تقارن بهذه، هذه أكثر عطاء من هذه. فشيء جميل أن بعد الفطور أو قبل الفطور حتى تعطي أشياء، وبعد الفطور تعطي أشياء بسيطة، وبعدها ترجع أنت سعيد مرتاح، والله ساعدت أكثر من عائلة. لا تفكر بأنها كثيرة وقليلة، حتى لا تكون فهي قليلة في نظرك ولكنها كبيرة في نظر المحتاج. تعود لكي إلى بيتك سعيدا وبالتالي مرتاحا
النفسية عندما تكون مرتاحة وسعيدة ومرتبطة بالله سبحانه وتعالى، بالتأكيد فإن الدعاء سيصل إلى بارئه وإلى بارئ الروحي وخالق الإنسان بصيغة أجمل عندما وأعظم وأقرب عندما تكون النفس منزعجة وتعبانة وغير واثقة وقانط من رحمة الله، وما عندك ما عندك شيء تقدمه. قدموا بين أيديكم لله شيء، لا تذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأنتم خالين الوفاض. يا ربي ساعدني اكرمني، إذا أنت تكرم الناس بشيء بسيطة يعني شو تكلفك يعني، يا ربي ابعد عني البلاء، وأنت قادر أن تزيل بلاء يعني. الآن بهاي الليالي قبل أن تتجه بالليل تدعو، قم بعمل. أنت حاس هنالك شخص ديعاني الآن، صائم فقير لكن عنده معاناة، باكر شايل هم لقضية، شايل هم لدين، شايل هم لقضية، شايل مشكلة. فقبل ما ترجع تدعو روح فرج، من فرج كربة عن مؤمن فرج الله عنه كربات يوم الآخرة يعني. وبالتالي أنت فرج عن كربة مؤمن بهذه الليالي، تعال ربي أدعوك بقلب صادق، ها أنا قمت بعمل جميل وعظيم عند الآخرين ولكنه ضئيل في نظرك وفي إمكانياتي، فارحمني وعزني وحقق لي كذا وكذا على ضوء أنت مقدم شيء يعني بين يديك. لذلك تلاحظ هاي آية نزلت فيها عندما تأتون الرسول تحملون شيئا، أبو الحسن عليه السلام يقول أنا أول من طبق هذه الآية، رأسا استيقنتها روحه، فذلك أول من التزمها بعلي بن أبي طالب، أقرب الناس لرسول الله، أول واحد طبق، لأنه استيقن القرآن كله وخبر القرآن كله وعاش القرآن كله، لأنه كل حرف نزل الإمام علي عاش وعرفه وكتبه، هو كاتب الوحي الأول. بيجي يقول لك واحد والله أن معاوية كاتب الوحي، متى كتب الوحي معاوية؟ يعني هذه الأكذوبة، هذه الأكذوبة وهذه الفرية التي انطلت عبر التاريخ حقيقة يجب أن لا نسكت عنها. يجي واحد يقول لك أنت لا تنكر الجراح الطائفي، أخوان أي جراح وأي طائفي يا أخوان، ليش وشنو معاوية سني؟ إهانة للفكر السني العظيم أن تلصق به معاوية. من قال معاوية سني؟ معاوية لا سني ولا شيء، معاوية مات على غير الإسلام كما قال كل فقهاء السنة، كل فقهاء السنة أحمد بن حنبل والشافعي وكلهم قالوا أنه مات على غير الإسلام. فشو الموضوع؟ ليش هذا التعصب لهذا الشخص؟ يعني ما قال أن معاوية هو كان كاتب، شو وقت كتب وحي؟ شلون كتب وحي؟ ومتى كتب الوحي؟ يعني الرسول يعني انت تمر عليه ان هذا رجل من هذا؟ هذا اللي يسمي الصعلوك يعني، هذا يعني هؤلاء الطلقاء، واحد من الطلقاء ويعرف ايمانه، يعني الرسول تنطلع عليه ان هذا ايمان مؤمن وغير مؤمن يعني، حتى يجيبه ويجعله كاتب وحي؟ اي وحي كتبه؟ اي وحي كتبه؟ أعطوني. لذلك أنا أقول دائما أتحدى 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 أي رجل يقول لي بأن الآية الفلانية كان قد كتبها معاوية بن أبي سفيان، ماكو سكوت. يا بأدري كاتب وحي، يا وحي شو وقت كتب وماذا كتب؟ أعطوني الآية اللي كتبها. هنالك طبعا الكاتب الوحي الأول هو علي بن أبي طالب، لكن هناك كتاب آخرين كتبوا الوحي، حذيفة كتب يعني، وغيرهم بعض الصحابة كتبوا أيضا. عندما يكون الإمام علي مثلا خارج بيت، أو كان يكرم الرسول بعض الأحيان بعضا من الصحابة بعضا، ولكن شكاد يعني ولا يتجاوز 90% من القرآن كتب علي بن أبي طالب، نعم وأكثر من ذلك.
ومتى كتب معاوية؟ كان كاتبا للوحي. هو أولا معاوية من الطلقاء. الرسول دخل مكة عليه الصلاة وعلى آله السلام، دخل مكة 10 هجرية، طلقاء جاءوا بعد أشهر، والرسول توفى في نهاية السنة 10 الهجرة. يعني شو وقت كتبها؟ وكم آية نزلت يعني عندما عاد الطلقاء؟ يعني ها هي خلاص أسأل أجا معاوية، دخلوا على الرسول، يلا يلا تعالوا تعال اكتب لي وحي. يعني وهؤلاء الصحابة الذين قاتلوا وناضلوا وجاهدوا واختبرت كل قوهم، روحوا تعالوا جيبوا معاوية اكتب الوحي. يعني معاوية كان كاتبا لبعض رسائل الرسول. معاوية كان يعرف يقرأ يكتب، فالرسول بعض الرسائل أراد أن يكتبها فبعث لي معاوية، وبعد كتبها بعد ما شدع قلبه للرسول. يعني وهي من يذكرها؟ مو يذكرها الإمام علي ولا الأئمة الأطهار، يذكرها ابن عباس، حبر الأمة. أليس حبر الأمة؟ يعني كل مذهب يعني كل مذهب السنة أخذت على ابن عباس، شخصية جيدة ابن عباس. ابن عباس يقول، وهو المنبع النسخ الأول لكل الفقه السني، يعني ابن عباس يقول إنه أرسلني الرسول إلى، قال لي فليأتي معاوية لدي رسالة. فذهب راح له ولقى معاوية يأكل. شوف الأدب، شوف الخلق اللي عند معاوية. هذا يذكرها ابن عباس، ما يذكرها واحد شيء، ابن عباس يذكر حبر الأمة، ولا خلاف على ابن عباس عند السنة والشيعة طبعا. فذهب إليه ابن عباس قال إن الرسول يدعوك. قاله قل له إنني على طعام. شوف الأدب، شوف الخلق، هذه يقولها ابن عباس. قال له قل له إنني على طعام. يعني أنت تأكل، الرسول دي ناديك توفر الطعام وتجي؟ لا، هذا يقولها ابن عباس. قل له إني على طعام. رجع ابن عباس، وطبعا العباس كان صغيرا، لأبن عباس كان صبي بهذه الفترة، ما كان رجل كبير. يعني شو قد عمره كان؟ لا يتجاوز صبي يعني. فالرسول كان، ولكن كان قريب من الرسول ويبعث الرسول يعني. فرجع للرسول قال انه يقول انني على طعام. انتظر الرسول، طبعا هذا خلق الرسول، انتظر وقت. فيعني قد وقت ربع ساعه نص ساعه، قال له يا يعني يا عبد الله اذهب اليه مره اخرى. راح طرف هاي مشي هم بها ربع ساعه يعني. فقال له ان الرسول قال له قل له اني على طعام. شوف الادب. رجع هم بها ربع ساعه، فقال له انه يقول إن على طعام. انتظر الرسول نصف ساعه، هذا يقولها ابن عباس. انتظر قابل راسه، قال له روح صحه. انتظر في الدساء، قال له الان حتما اكمل. فذهب له هم وقت، قال له ان الرسول قال له ان على طعام، لم اكمل طعامي. شوف الادب، شوف الخلق. رجع مره ثالثه، هذا يقولها ابن عباس. فانتظر الرسول، بعدين قال له اذهب إليه. وبعد من قال أنه بمرة الثالثة قال له لا أشبع الله له بطنا. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. عزيز المشاهد، مرة أخرى نكمل الحديث عن ما بدأنا فيه في هذا السحر الروحاني الجميل الرائع العظيم، في هذه اللحظات التي نستذكر فيها ما قدمنا وما سنقدم وما نتمنى أن يكرمنا الله به. أول شيء كما قلنا هو أنك لا تدعو هذه الليلة قبل أن تقدم شيئا من العطاء. وتحدثنا أيضا قبل الفاصل عن أشياء كثيرة قالها علي بن أبي طالب عليه السلام، و
تحدثنا أيضا قبل الفاصل قلنا بأن هنالك أشياء في التاريخ كانت مقصودة ضد هذا الإسلام. أخوان، الإساءة لآل البيت هي إساءة للإسلام، وإضعاف وجود آل البيت ضمن الحيز الديني هو ضعف الإسلام. بل إنك لو سحبت آل البيت من الإسلام فإن الإسلام سيفقد عنصرا أساسيا مهما جدا بعد وفاة الرسول. تركت فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترة آل بيتي. ولكن طبعا أنا متأكد كثير من هذه نعرات، أين الطائفية أخوان؟ إحنا عندما نعيد للدين حقه، وعندما نعيد للدين أسسه التي أرادها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، يعني لو تعرفون ماذا فعل في الفترة العباسية والفترة الأموية، هذا اختصاصنا احنا كمؤرخين، هذه ما لها شغلة بالدين وبالانتماء الطائفي والعمام وغيرها، هذه قضايا تاريخية نحن نعرفها أكثر من غيرنا. يعني هنالك عمل وشغل عمل عليه الأمويون والعباسيون من أجل إخراج آل البيت من المعادلة الدينية حتى يبقى الدين مرتبط بهذه العوائل، الأمويين الإسلام، العباسيون الإسلام، وبالتالي الإسلام وجود دين يخدم السلطة الأموية، وبالتالي هذا الدين جاء إلينا لكي نتسيد نحن به العرب. ثم جاء العباسيون قالوا نحن عائلة أيضا نريد أن نتسيد العالم باسم الإسلام. فلذلك لا وجود لأي منافس، لا وجود لأي شخصية تقول أننا على باطل أو على حق، لا، دين ونحن أحق به، دين ونحن سادة هذا الدين. ولذلك تلاحظون هذه المعادلة خطيرة، أفرغت من الإسلام شيء وعنصر أساسي، تحولت إلى أنه أيديولوجية تخدم تسلطا، مثل الأحزاب اللي تستلم السلطة أيديولوجية معينة تخدم. أول في البداية بيان رقم واحد كل شيء، نحن جئنا من أجل الجماهير والجماهير والجياع، جئنا من أجل الطفولة وغيرها، جئنا من أجل إسعاد الناس، جئنا من أجل مستقبل الناس، جئنا من أجل الحق، جئنا من أجل، تعابير جميلة. بعد ذلك شوية شوية تبدأ تصير أسرة تحكم هذا البلد، ثم بعد ذلك تتحول إلى شخص واحد يحكم هذا البلد، وعندما يموت إما يتحول يعني يأتي من بعده ولده أو تنتهي، وبالتالي تصبح حروب وغيرها من القضايا وحروب أهلية. هذا عندما يصبح الفكر خاضعا لعائلة واحدة أو لشخص واحد. هذا اللي حصل مع العباسيين ومع الأمويين. يعني سأعود على ما بدأنا به، أن معاوية قال الرسول عنه لا أشبع الله له بطنا. تلاحظون معاوية يقول، بعض المصادر تقول يعني ما معناه بالأرطال حوالي 200 كيلو، هذا أقل، بعض قال أكثر طبعا. حتى كان عندما يجلس يمسك بطنه و يعني تنزل على الأرض، هكذا ما تقول المصادر، يعني هذه ليست لا بها طائفية ولا بها شيء. هذا كان أكولا، وهذه دعوة الرسول عليه لا أشبع الله له بطنا. طبعا حتى هذه اللي فيها إساءة لمعاوية، عشاق معاوية حولوها إلى أنه لا، الرسول دعا له بأنه ما يشبع من الفتوحات ووضع الناس تحت سيطرة الإسلام ويبقى بطنه مفتوحة للأمة الإسلامية، لا أشبع الله بطنه. تفسير غريب عجيب وساذج، يعني حتى في هذه همات. أحكيكم قضية حتى ترون الشغل اللي صار ضد آل البيت وضد علي بن أبي طالب بالذات. معاوية عندما استلم السلطة أرسل رسائل إلى كل الولاة، أي امرئ يملك معلومة
سيئة عن ابن أبي طالب أرسلوه إلي أكرمه. ولذلك لاحظ الناس كلها تي تعيش، رئيس جمهورية وقال تعالي عندي حكاية أنطي سيارة وأنطي هذا. ولذلك جاء إلى دمشق عدد كبير من الناس، نعم سمعت عن كذا عن كذا أن علي بن أبي طالب لديه فلان مبقى هكذا، لقنوها لأئمة الجوامع تشرب خلاص، علموا معلمي الصبيان. شوف التربية والتعليم، التربية والتعليم كانت وين؟ في الجامعة، في تعليم الصبيان، علموها للصبيان. وبالتالي انتشرت معلومات سيئة عن علي بن أبي طالب غير طبيعية. بالمقابل سوى معاوية، كل أي امرئ لديه معلومات تمجد أي من الصحابة غير الهاشميين وغير علي أرسلوه إلي. ذلك هم جو والله عن فلان وعن فلان، خصوصا الأمويين أيضا انتشرت. وبالتالي من خلال التربية والتعليم وغيره بنوا مجتمع الأمويين. يعني حتى أن واحدا من معلمي الصبيان، شوف إلى أين وصل الدرك. طبعا علي بن أبي طالب يسب على المنابر 90 سنة، يسب على منبر رسول الله، يخلصون صلاة بعد ذلك يبدأون بسب علي الكافر الزنديق علي بن أبي طالب وأولاده. ولذلك تكونت فد أرضية، ذلك الشوام امتلأوا حقدا وضغينة وكرها لعلي بن أبي طالب. ولذلك تحكي المصادر أنه أحد معلمي الصبيان، معلمي الصبيان أستاذ تعتبره يعني، كان جالسا يعلم الصبيان. طبعا يعلمون الصبيان كانوا خارج الجامع، قاعد هو على مرتفع بسيط وقدام الصبيان يعلمهم القراءة والكتابة والقرآن. فأحد الصبيان أمه جاءت تريد أن تذبح دجاجة، فصاحت يا فلان تعال يا ولدي أننا نحتاج إلى الغداء فتساعدني في ذبحي. طبعا أجمل ذبحها رجل، تعال لذبح هذه الدجاجة. فالمعلم قال اذهب إلى أمك، وظل يكمل. فأمه جابت له سكينة وما قدر يذبحها، ما قدر الطفل، ورجع ركض إلى معلم الصبيان. قال له لم لم تستطع؟ قال لم أقدر يعني. قال ويحك، أتخاف من ذبح دجاجة وعلي بن أبي طالب في يوم واحد ذبح 30,000 من المؤمنين الأتقياء الورعين، ولم يعني لم يطرف جفلة يعني لم تربش عينه. يعني تلاحظون، شوف مثل باوع، انت تخاف تذبح دجاجة وعلي بن أبي طالب ذبح له 30,000 واحد في معركة صفين، هذا المجرم المارق، ولا اهتزت شعرة من جسمه ولا شيء، فليش تخفت يعني؟ تصور يعني هذا طفل يسمعها، جيل جديد يسمعها، ما عنده غير مثلا انه تعال انت شوف يعني وين الموضوع. دجاجة يذبحها ربطها وين؟ علي بن أبي طالب. كل شيء، كل سوء مرتبط بعلي بن أبي طالب وأبنائه، وكل خير مرتبط بآل معاوية وسفيان ومروان بن الحكم وغيرها وغيرها وغيرها. ولذلك تكون الثقافة ثقافة، لذلك يتكون مسلمين حاقدين على آل البيت وناصبيين، ويقدسون معاوية والأمويين. وثقافة أخرى تكونت في الكوفة وفي العراق في الذات، علوية تنظر أن الدين، أن علي باب مدينة علم رسول الله وهو وصي هذه الأمة وآل بيته وغيرها، وأن الدين يرتكز على الثقل الثاني وهو عترة رسول الله. هنا تكون ثقافة وهنا تكون الثقافة. لذلك على مدى التاريخ كانت هنالك ثقافتان، ثقافة شامية أموية وثقافة علوية عراقية. لذلك معاوية في مرة التقى بواحد عراقي قال له من أين الرجل؟
قال من العراق، فبدأ يسيء إلى علي بن أبي طالب، قال ويحك أعراقيون ليس بعلوي؟ معقولة يعني؟ شنو أنت شلون عراقي يعني؟ العراقيين عندهم معروف عنهم ولائهم لعلي، أنت شو مو علوي؟ غريب يعني، هذا حالة غير طبيعية، أنت يعني مو صادق يعني، تصوروا هكذا. وهذه الثقافة استمرت ولحد الآن للأسف يعني، وخلقت شرخ في العالم الإسلامي. انت عندما تجي تعالج هاي القضيه معناها انت تنكر الطائفيه يا اخوان، اسكت اسكت خلاص خلاص لا تحكي، لا 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 هذول مش شنو، لا 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 محسوبين على السنه وهذول محسوبين على الشيعه، لا لا اسكت اسكت خليها اسكت خليها طلعوا داعش يذبحون هذا، اسكت خليها بقد شعبيا، اسكت خليها بقد كل شيء. وبعدين يوميا طالعين لنا وهابيه وطالعين لنا داعش وطالعين لنا القاعده وطالعين لنا زرقاوي وطالعين لنا من شنو، اسكت اسكت اسكت. لا اخوان، محاربة الطائفية تكمن طبعا ليس في سب الصحابة أو سب أمهات المؤمنين، لا أبدا، ولكنه بإظهار هذا الحق، لنتفق على رجل واحد سيء، خلينا نتفق على واحد أسوأ شيء، حتى أسوأ شيء ما نتفق عليه بعد شلون ممكن يعني، خلينا نختار أسوأ واحد ونتفق عليه، يزيد ومعاوية، حتى هذه ما نتفق عليها يعني، حتى هذه يزيد ومعاوية مقدس عند فلان وملعون عند طائفة ومقدسة، لا يمكن يعني. أنت إذا تمسك الأمة، إذا أبسط شيء، إحنا نريد شيء مشترك، شيء مشترك للعالم الإسلامي حتى يتوحد، إحنا نريد الوحدة. أسمع لي بالخلافات كانوا بين الصحابة، خلينا أسوأ واحد، منو أسوأ واحد نجيبه هذا الواحد، أسوأ واحد ذبح عيش ونقول يا بابا ترى سيء، وانتم هم قولوا عليه سيء وانتهت الموضوع خلاص. لكن مو برنا يعني مسلسل، والله انه نكاية بمسلسلات تقدم لآل البيت، لازم ان نسوي مسلسل لمعاوية، هذا الرجل الذي بنى أمة الإسلام وكان ملكا. ابن تيمية يقول كلمة، الله على ابن تيمية، غريب هذا الرجل والله غريب، يقول خير من ساس المسلمين والعرب بعد الرسول الله هو معاوية، يعني خير من قاد الأمة الإسلامية هو محمد وبعده ابن تيمية، وحتى هذه محمد يقولها مجاملة حتما، هو عند معاوية، يعني خير من ساس الإسلام بعد رسول الله معاوية، لا يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، خلينا نشوف هالتسلسلات مال التسلسل غير الخلافات المقدسة يعني، هذه يعني كلهم دولة، والصحابة دولة كلهم، خير من ساسة هو معاوية بعد يعني. غريب يعني، تلاحظون هذا الفكر، تلاحظون انتشر في مناطق معينة وكون ثقافة. اخوان احنا يا اما نتكلم عن اصلاح او لا نتكلم عن الاصلاح، يا اما نتكلم عن الوحدة او لا نتكلم عن الوحدة، خلاص تكونت طوائف انتهى الموضوع خلاص يعني، صارت طائفية وخلاص، كل طائفة تتمترس وكل واحدة تكون حذرة من الأخرى، انتهى الموضوع. أو أننا نتوحد وعلى الأقل نخلينا واحد أسوأ واحد ونتفق عليه، حتى هذا الأسوأ ما نتفق عليه. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا عزيزي المشاهد مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وعدنا إليكم في هذه اللحظات العظيمة الآن. وأنا أثناء الفاصل كنت أتصفح واحدا من كتبي، وهو موسوعة عظمة الله في الكون، يعني واحدا من الكتب هذه في موسوعتي عن الله سبحانه وتعالى وعظمته في الكون، يعني هو جزء من الكون واحدة، والأرض والحيوان والحشرات والأسماك والطيور وأشياء، عشرة أجزاء، وعالج فيها قضية الإلحاد الذي أصاب الشباب والنشأ الجديد، واستغل بعض الأجندات، استغلوا هذه السذاجة وهذه البساطة وعدم وجود ذلك التعليم وذلك الضخ الثقافي الذي يساعد هؤلاء الشباب على يعني مقاومة هذه الأفكار، وبالتالي انطلقوا عليهم. لذلك تلاحظون الآن هنالك موجة كبيرة، ف
ألفنا موسوعات كثيرة وألفنا أشياء كثيرة بهذا الاتجاه لما نريد أن نقدمه لهذا الجيل. نحن مسؤولون أمام الله، لا احنا وزراء تربيه ولا اي شيء، ولا هذا التزام لنا، حتى احنا نوزعها مجانا يعني كلها يعني نوع من ذمات الانسان انقطع من ثلاث، ومن ضمنها يعني علم ينتفع به. فهذا راح نتركها، الكتب الكثيره راح نتركها ان شاء الله، علم ينتفع منه الاخرين. وانا اقرا في كتابي هذا عظمه الله في الكون، وجدت أنا خصص فصل لما يسمى بالبلاك هولز أو بالبقعة السوداء. طبعا أنا أعرف الآن جلسات أمامنا أمهاتنا وعجائزنا وهذا ما عندهم قرصاغ يسمعون بلاك هولز وما أدري شنو، لا بس احنا نبسطها يعني حتى نحكي للأجيال عظمة الله سبحانه وتعالى فيما خلق هذا الكون. البلاك هولز أو البقعة السوداء طبعا هذه كتلة سموها بالسوداء لأنها لا ترى، كتلة تقريبا مساحتها يعني لو نفرض أنه بقد كيلومتر صغير، يعني كيلومتر واحد، لكن هاي الكيلومتر يقدر يجذب شمس بقد شمسنا، ويقدر يجذب أرض مثل أرضنا 100 مرة أو 1000 مرة، فلذلك سميت يجذبها وتروح تنتهي يعني، فسميت بالبلاك هولز. الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم قال لا أقسم بالكنس الجواري الخنس، الكنس يكنس الجواري الخنس الذي لا يعلم بهن أحد. فهاي البقعة السوداء حجمها صغير، ولكن عندما تمر بجانب أي كوكب أو أي نجم تسحبه، وذلك سميت بالبلاك هولز أو البقعة السوداء. شنو البقعة السوداء بشكل مبسط؟ احنا برنامجنا كل لساعات السحر إلى الله العظيم. هي مثل شمسنا، هاي كانت شمس، ولكن الشمس لها عمر، يعني قد يكون تريليون سنة، 100 مليار سنة. احنا شمسنا بعد شابة صغيرة يعني كذا مليار سنة، يعني بعد أمامها مليارات السنوات، يعني لا حد يخاف، يعني شمسنا الله خلقها بعد شابة يعني. فمثل شمسنا هذه العظيمة اللي شمسنا تعادل الأرض آلاف المرات يعني، فمر الزمن هاي الشمس تنتهي. وشنو الشمس؟ عبارة عن كتلة متكونة من الهيدروجين والهيليوم، مرة الهيليوم يتحول إلى هيدروجين يعطي طاقة، ومرة يتحول إلى هيدروجين يعطي طاقة، وبالتالي هذا التحول بعد فترة الطاقة تنتهي، الطاقة الذرية تنتهي، فتنكمش هذه الشمس وتتحول فيها الذرات، تنكمش بشكل كبير. الذرة هي عبارة عن إلكترونات ونواة، إلكترونات تفر حول النواة يعني تفتح حول النواة، لكن المادة من الإلكترونات والنواة هي مادة ضئيلة جدا، 1 إلى 100 ألف، يعني لو كل الباقي فراغ، لو سحبت الفراغ من هاي الذرة راح تنكمش، ما راح يصير شيء. فجسمنا الآن وهاي البنايات كلها متكونة من ذرات، لو انكمشت الذرات سحبت كل الفراغ من الذرة، بقيت بس الإلكترونات والنواة، يعني هاي كل أرضية تصير يمكن قد كيلومتر واحد، كل الكرة الأرضية تتحول إلى كيلومتر واحد أو أقل يعني. فالشمس هاي العظيمة تتحول إلى قطعة كلش صغيرة، ويعني لا تراها لأنه تسحب كل شيء حتى الضوء. وهو شنو الرؤية؟ الرؤية أنه عندما ينعكس الضوء من المكان إلى العين تشوف شيء، لكن إذا أكو مكان يسحب كل شيء حتى الضوء فما راح تشوفه. ولهذا هاي الشمس تصير صغيرة جدا، ولكن تبقى جاذبيتها بنفس قوتها السابقة، فتسمى بالبلاك هولز. في الكون انعرف الآن فقط الكون يتكون من مليارات المجرات، في مجرتنا فقط حوالي 100 ألف ثقب أسود أو بلاك هولز. أتصور قد عد واسع الكون هذا العظيم. لا أقسم بالكنس الجوار الخنس، قبلها يقول لا أقسم بواقع النجوم. تلاحظون بين نجم ونجم حوالي 2 أو 3 سنوات أو 100 أو 1000 سنة ضوئية، 1000 سنة ضوئية المسافة.
المسافة بينه وبين القمر 9 دقائق أو أقل، فما بالك بيوم ضوئي، سنة ضوئية، مليون سنة ضوئية، كم هي المسافة؟ هذا الكون العظيم خلقه الله سبحانه وتعالى، يتحكم به في كل لحظة في كل ثانية. يجي واحد يقول لك معقولة الله سبحانه وتعالى يتابعني ويتابع جاسم ويتابع محمد وعبد كاظم ويتابعهم شو يروحون يجون ويخطئون وما ادري شنو هذا، شنو هاي القدرة؟ نعم، هذا الله الذي خلق هذا الكون العظيم اللي احنا بقعة لا ترى ولا يمكن ان ترى من مليارات المليارات 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 الشموس والنجوم والأراضين، احنا لا شيء. هذا الخالق العظيم الذي يتحكم بكل هذا الكون، يعني تصبح عملية التحكم بنا نحن البشر عملية جدا تافهة وبسيطة جدا. فعندما أنت تتحدى الله، منو أنت ومنو الكرة الأرضية ومنو المجموعة الشمسية ومنو المجرة الدرب التبادل اللي احنا بيها ومنو هذه كلها أشياء ضئيلة أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فتأتي أنت تتحدى، والله أنا لا أؤمن بالله. أنت من أنت حتى تؤمن ولا تؤمن؟ هو أساسا مخلوق من خلق الله، أنت لا شيء، خلقت من لا شيء أنت، كيف تقول أشياء أنت فوق قدرتك على الاستيعاب؟ هسه لو تريد، لو تعد نعمة الله لن تحصل، هسه لو تريد فقط تنظر إلى الكون، أنت فقط تريد تفسر الكون ما تقدر، عقلك غير قادر أن يفسر الكون. شو هذا الكون عظيم؟ الأرض تلف حول الشمس، الشمس تلف حول مركز المجرة، المجرة تلف حول مركز الكون، والكون يتوسع. هذه القدرة الهائلة العظيمة، تأتي أنت وتقول أنه لا يوجد خالق لهذا الكون. هذا الذي أعطى كل شيء، يعني الآن حتى في جسم الإنسان لو اختلف شيء بسيط جدا في هذا الجسم، الإنسان لا يبقى، يموت. كل شيء بحسابات. أتعرفون بأن المشيمة، المشيمة التي يتغذى منها طفل الإنسان، يتغذى بها الجنين في رحم أمه، يعني هذا في تقرير لبريتش ميديكال جورنال للعلماء المتخصصين بالتغذية، قالوا أي اختلاف بسيط في التغذية التي تصل إلى الجنين يموت الجنين. يقولون لو الجنين هذا انطلع من بطن أمه ونحاول أن نوصل له الغذاء ونخليه يعيش، نحتاج إلى مليار كمبيوتر، مليار كمبيوتر، بحيث يوقت حرارة والتغذية والفيتامين والمادري إيش والأكسجين، هاي نحتاج إلى مليار كمبيوتر حتى نقدر نقدم الغذاء للجنين يبقى عايش. هاي كل هاي المشيمة اللي خلقها الله، لا يمكن لأي قدرة خارج رحم الأم أن يعيش هذا إطلاقا. تقول لي طفل الأنابيب، هذا التلقيح يصير خارج هذا، البويضة الأنثوية مع الحيمن الذكري يصير التلقيح، وبعدين رأسه ينقلوها يلصقوها في رحم الأنثى، وعندما تلتصق تبدأ تمد نفسها، وبالتالي تتكون شرايين، بعدين تتكون مضغة ثم علقة ثم هذا، بعد ذلك أسكن العظام الأحمن وغيرها، تتكون نفسها، تبدأ هي مضغة بسيطة. هاي المضغة شايف اللي متاكل أنت علج وتشمرها تلطخ تلتصق، هي شيء حتى هيك مكعبر ما مو ماله هذا، يعني هذه تلتصق بالرحم، تبدأ تمد رأسا عندما تلتصق بالرحم البيضة، عندما تتخصب رأسا تلتصق ترتبط بالرحم، تدخلها دمرات شعيرية معينة، تبدأ تتغذى تتكون، يتكون الجنين، تكون المشيمة. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن نعاود اللقاء بكم في هذه اللحظات العظيمة والسعيدة، وكيف لا، كيف لا تكون سعيدة وأنت في أحضان الله سبحانه وتعالى، في رحاب الله سبحانه وتعالى، في جو الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أبدا أن تكون اللحظات التي نعيشها الآن أقل ما نقول عن أنها سعيدة، لأن أولا أنت في لحظات بالتأكيد أنت بقرب الله،
وبالقرب من الدعاء ومحاولة إيصال ما تريد إلى الله. أنا أقول محاولة لأن قد يكون أنك لست بصادق أو ليس قلبك متبتل إلى الحد الذي تستطيع أن تصل به دعائك، ولكن عندما تتوحد مع الله سبحانه وتعالى وتعيش الحدث، ثم يجب أن تكون أنت أساساً مقبول الدعاء. يعني لا يقبل الدعاء من أي شخص، يعني المنافق والمجرم والسيء والذي يعتدي على الناس وغيرها، هؤلاء بالتأكيد لا يمكن يصل دعائهم بالتأكيد، هذا يعني سارق منا وباخذ منا ومرتشي منا وهذا، ويقول ربي اللهم ارزقني بالتأكيد هذا، وحتى لو كان دايبش يعني هذا بالتأكيد هذا لا يمكن أبدا. أن أولا أن لم يكن قلبه نظيفا ولم يكن قلبه صادقا، وبالتالي إطلاقا أبدا لن يقبل دعاءه. الدعاء يقبل عندما تكون النفس مقبولة، إن قبلت النفس قبل ما سواها، وإن رفضت النفس رفض ما سواها كالصلاة يعني. وبالتالي القضية مرتبطة بعملية ليست آنية، والله أنت سيء ومجرم وكذا وبلحظة أنت دعيت ربك، لا يعني هذه إلا حالات خاصة الله سبحانه وتعالى ذكرها وذكرها هذا الرسول لأشخاص معينين في لحظة، لكن بشرط أن تكون التوبة. يعني أذكر الرسول أن بغي من بني إسرائيل دخلت الجنة في لحظة أنها شافت كلب عفواً مكرمين عطشان ويموت من العطش والبير لا يمكن أن يصل إليها، فغرفت ملاء وسكت عفواً فخذيها وضعت الماء فجاء ولقى به وعاش، وبالتالي عندما شاهد هذا المنظر تابت وبالتالي دخلت الجنة لأنه حالة توبة يعني. وأيضا هنالك أمثلة كثيرة لأشخاص عندما يقومون بعمل خير فيه شوية قسوة على النفس بشرط أن تتوب، بشرط أن تتحول، بشرط أن تكون إنسان آخر، بشرط أن تتخلص من درن الماضي، بالتأكيد هذه حالات. لكن أنك مرتشي مثل أولئك الناس الذين يذهبون إلى الحج الآن، يرتكبوا بقات الدنيا كلها ويروح الحج وهو في نيته وطبيعته سيعود إليها، بالتأكيد هذا الحج لا يقبل وغفرانه لن يتم إطلاقا يعني، لأن هذا أساسا لم يكن نظيفا، لم يكن مستعدا، لم يكن جاهزا، لم يهيئ النفس. والله أنا راح أروح الحج على نظرية مضحكة لدى البعض، والله أنا أرتكب مبقات السنة وأروح أنفضها بالحج وأرجع وأسوي مبقات وأروح أنفضها، هذا ضحك على ماذا؟ هذا تجديد للسوء وليس تجديد للخير. يعني انت متصور انك راح تتخلص من الادران الماضي وراح تجي الجيده، والله انا الان فريش تخلصت كل المنبوقات الماضي، الشرب والمادري ايش والذا والرشوه والاساءه والهذا، والان جديد الان راح ابتدئ بشكل قوي لان انا ما عندي ذنوب بس لازم اسوي كل الذنوب. هذا على من تفعلها؟ على من يعني تخضع من؟ تخادع من يعني؟ بالتالي لا يمكن أبدا. أنت عندما تذهب للحج وفي نيتك أن تتخلص من كل ذنوبك الماضية فبالتأكيد أن الله يستجيب لك حتما، أنت جايب نية صادقة وأنت صادق في توجهك تذهب للحج، أن الله يذهب كل موبقاتك وتعود لتبتدئ حياة جديدة مختلفة عن الماضية. حياة ما قبل الحج تختلف عن حياة ما بعد الحج، بالعكس الموبقة والإساءة والذنب الذي ترتكبه بعد الحج سيكون مضاعفا لأن تحجيت، بالتالي يفترض أن تكون أنت وعدت الله بشيء وهنا خلفت الموعد. هنا الموبقة والسوء الذي كنت ترتكبه سابقا إذا راح يكون عليك مضاعف، ومضاعف شنو؟ مضاعف اللوغاريتمي تحت اللوغاريتم، يعني تضاعف ملايين المرات يعني، بالتأكيد لأنك قمت بفعل وأنت قاصد الفعل من جديد. والبعض أصبحت الآن رياء، أصبح الحج رياء حتى يقول الناس أنني حجي، حتى يقول الناس عني حجي، حتى يقتنع الناس ويخدعوا بي في عملياتي السيئة التي سأقوم بها. يعني تستغل الحج لكي تمارس السوء الآخر، أي حج هذا؟
وأي غفران هذا ولابس لي هذا والمحرم وتروح وتجي فرحان تفتر سبع مرات وترمي شيطان رجيم. هو شيطان رجيم عندما يضع يقول لك حتى أنت يا فلان يعني حتى النوبة أنت ترميني، هو أنت أسوأ مني يعني. وبالتالي بالتأكيد هذا أنا أرى بعض الناس عندما يرجمون الشيطان هم الشيطان نفسه، هو هم الشيطان يستعيذ بهم يعني، لأنه الشيطان شوف هاي القضية المفارقة الطريفة يعني من باب الطرفة يعني، ليس الشيطان لديه إمكانيات هائلة ولكن الشيطان لا يستخدم كل إمكانياته مع كل البشر. اللي عنده استعداد اللي يجد به ثغرة يدخل له، أما إنسان تقي وورع وما شنو ما يدخل للشيطان، هو أساسا يعني هو بعيد عن الشيطان يعني عن حقل الشيطان. الشيطان يدخل لمن يدخل حقله، يتقرب إليه، لديه استعداد، لديه هذا جاء إليه يدخل في حقل الشيطان، الشيطان يشتغل عليه. الإنسان الشيطان عنده إمكانيات هائلة، بينما الإنسان يستخدم كل إمكانياته الممكنة وغير الممكنة، والذي يدخل لا حقله والذي لا يدخل لا حقله. بالتالي بعض البشر هم شياطين أكثر من الشيطان يعني. ولذلك هذا الإنسان الذي يأتي يتصور بأنه يرمي الشيطان وهو شيطان يمشي على قدمين يعني، هذا ضحك على منه؟ رايحين بالآلاف للحج وترجعوا لي يعني، سمعت الناس مرتشين في مواقع معينة يعني، في مواقع مسؤولية وهو في الحج، وحتى أنا شفناها في اليوتيوب وغيرها باب يعني الواقع الذي نقولهم. ها حصت ايش قد من هاي الرشوة من هذا؟ لا لا لا، قل لك 5 ملايين دولار وإلا العملية ما تمشي. لا 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 أبدا، 5 مليون أنا موافق. وهو بالحج، أي حج يا أخوان؟ هذا يساوم واحد على رشوة وهو بالحج؟ لا لا لا، 5 مليون من أجي إن شاء الله من الحج بخير وبركة، أجيب لك سبحة وسجادة إن شاء الله، وإن شاء الله سوي 5 مليون. إيه على ما أنت تضحك؟ أنت تقول حج لمن؟ أنت تريد أن تخدع الناس؟ فهؤلاء الناس حسابهم عند الله عظيم أخوان يعني. أما الإنسان البسيط طيب اللي جمع فلوسه يعني وجاء وذهب للحج وتحمل كل هذا التعب وعاد فرحا بهذه الحجة وتكونت لديه دنيا جديدة وعالم جديد وروحا جديدة وقلب جديد، بتأكيد فإن إيمانه يزداد. وبالتالي يعني العملية هي مرتبطة بالنفس، ميدانكم الأول ونفوسكم، إن استطعتم عليها كنتم على غيرها أقدر يعني. أما إنك تعتبر الحج والله أنا عندي فلوس يعني، أنا حتى أشوف نبات بعض الفنانات المصريات وغيرهم يعني أو الراقصات يعني كل سنة تروح الحج، أوكي ليش؟ عندها فلوس. واحدة من الراقصات عفوا ذهبت للحج حوالي 30 مرة يعني وترجع لنفس المالها يعني. إذن أحد شنو هذا؟ حج شنو هذا يعني؟ والله عندي فلوس أروح أزكي أروح مدري شنو. أخوان هذا ضحك على الذقون، هذا تشويه للحج. الله سبحانه وتعالى سيحاسب هؤلاء 4 أو 5 أضعاف، لأن أولا أنت رأيت بواحدة من الأشياء العظيمة التي استند عليها الإسلام وقال وطالب به الله سبحانه وتعالى المؤمن، وأيضا ماذا؟ أنت جعلت سنة سيئة يعني، أنت طيت صورة سيئة للحج بحيث أنت شجعته كثير من السيئين يا أبا أنت سوء السيئات وروح للحج، يبقى السوء يبقى كل شيء على ما هو عليه، روح الحج وارجع هدنة مؤقتة وبالتالي يبقى السوء. لا، الحج يجب أن يكون نهاية للسوء. وبالتالي إذا كل واحد تبتل إلى الله وقلبه التقى بالله سبحانه وتعالى وذهب الحج وتوقف، بالتأكيد كل سنة حج سيقل السوء، سيقل الإجرام، سيقل كل شيء. ولكن إذا كل واحد يرجع لطبيعته وإحنا راح نكون مثل سيء للآخرين، بالتأكيد هذا ليس في إيمان. مثل الآن بعض الناس يصومون برمضان ولكن بعد رمضان يرجع طبيعته السيئة والشرب الخمر والعياذ بالله وغيرها والزنا وغيرها من الأشياء. والله أنا برمضان متبتل. زين أنت برمضان موعدت ربك ودعيت ربك ربي ادعو لي وهذا، وأنت خلاص يفترض أنت مؤمن، والمؤمن يعني بالتأكيد يجب أن تنتفي عنه الشرب والزنا وغيره بالتأكيد.
وبالتالي انت عندما التقيت بربك التقيت بربك انسان اخر، ترجع وبعدين نجي سنه اللخمات يا ربي هذا الله والسحور وما ادري شنو هذا وترجع. هذا عبث اخوان، هذا ليس ايمان، هذا عبث، عبث في النفس وعبث في يده. فالانسان يجب ان عندما يتجه، يعني هو الله سبحانه وتعالى مو بشر صديقك تضحك عليه بكلمه كلمتين، يعني الله سبحانه وتعالى يعرف النفس ومكنونات النفس. وبالتالي انت عندما تتجه الى الله يجب ان يكون لديك قرار، قرار ثابت لا عوده به، عوده اليه. قد يكون الانسان يعني يتوب لكن بعد رمضان قوه قاصمه تجبره على فعل شيء ثم يستعيذ بالله، ممكن ممكن. ولكن انسان يعني ياتي الى الصوم وياتي الى هذا وبعد ذلك يعود الى ممارستها، اعتقد هذا ضحك على الذقون، وبالتاكيد هذا الانسان لن يقبل منه اي شيء. لذلك انا اقول لنقتدي برسول الله، لنقتدي بآل البيت الاطهار الذي طهرهم الله من كل رجس. هؤلاء الناس الذين انتفت عنهم صفة أي شيء مرتبط بأي قيمة بعيدة، كل من ذهب إلى البيت بالتأكيد هم أناس ليسوا منافقين. لذلك الآن كنت أتصفح الآن في كتابي عن أبي الحسن عليه السلام، أما بنعمة ربك فحدث، ألفت 10 كتب عن الإمام علي عليه السلام في كتابي عن الإمام علي وأسرار النفس البشرية. أنا هنا لا أستعرض كتبي، لا والله، لأن هذه منذ سنوات طويلة، ولكن الآن لنقول لنكون أيضا قدوة، قدوة عندما تفعل شيئا عظيما يهتدي بك الناس، لا هي قدوة، يعني لا ليس فيها استعراض. الحمد لله لا نملك شيئا نستعرض به ولا نريد شيئا نستعرض إلا رضاء الله سبحانه وتعالى. يعني قول الإمام علي عليه السلام في كتاب الإمام وأسرار الإمام علي وأسرار النفس البشرية: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجمالها على المنافق أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله إنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. في صيغة أخرى: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. ذلك أم سلمة، يعني هذه المرأة الجليلة من أمهات المؤمنين، في مرة سمعت بعضا من المنافقين الذين يسمون الصحابة، يعني طبعا الصحابة هم تاج الرأس، لأن الإسلام انتشر بالصحابة، ولكن بعض المنافقين، البعض الذي أرادوا قتل الرسول في غزوة العقبة وهذه، والقرآن المنافقين وصفهم القرآن، وعارف سر رسول الله حذيفة بن اليمان الذي يعرف سر رسول الله اللي حدد المنافقين وغيرها. ولذلك يوجد منافقين، يعني حتى هاي نكرها، يعني لا أكو منافقين، يعني القرآن يقول أكو منافقين. يعني فبعض من المنافقين كانوا يبغضون عليا، فأم سلمة قالت: والله إنكم خرجتم من ملة الإسلام وإنكم لمنافقون. فقالوا: ويحك، كيف؟ قالت: سمعت رسول الله يقول: لا يبغضك يا علي إلا منافق ولا يحبك إلا مؤمن، وإنكم تبغضون علي بن أبي طالب فأنتم منافقين. وأيضا واحدة من الصحابيات الجليلات كانت متزوجة من أحد المنافقين، يعني فأراد هم بالخروج من الدار وأغلق الباب وعاد، قالت له: ها، لماذا، ماذا رجعت؟ قالها: رأيت ابن أبي طالب يمر. قالت له: وبالضير؟ قالت: يعني أنا لا أحبه. قالت له: فلتطلقني الآن. قال: ويحك، لماذا؟ قالت: لأنك منافق لا تحل علي. قالت: وكيف؟ قالها: كيف؟ قال: قال رسول الله: لا يحبك يا علي إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وأنك تبغض علي بن أبي طالب.
ولذلك يجب، ولذلك أنتم افرحوا. أنا أقول أن كل من يحب علي بن أبي طالب هو مؤمن، وكل من يبغض علي بن أبي طالب هو منافق، فافرحوا. أنتم الآن العباد سنة وشيعة وأي شيء، إنكم لأنكم تحبون عليا باب مدينة علي رسول الله فإنكم مؤمنون، ودعاءكم إن شاء الله مستجاب. بذلك أقول لكم شكرا جزيلا وسحورا طيبا، وإلى اللقاء مع رق تحياتي.